السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي من معرض مدى الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك اشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. لا تنسوا أخوان الكرام إضافة سناب شات تويتر انستغرام عندكم على زاوية الشاشة. طبعا أخوان الكرام، اليوم بسيكم تغطية سريعة تويوتا رافور فئة ستاندر موديل 2018 وارد شركة عبد اللطيف جميل. السيارة عليها عرض فقط ب 72,000 ريال. طبعا السعر لا يشمل ضريبة ولا يشمل التسجيل، فئة ستاندر دفع رباعي. عموما ناخذ جولة سريعة السيارة من الخارج ونتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. تويوتا رافور هي سيارة طبعا SUV كروس أوفر من تويوتا، سيارة ركوب 5 أشخاص تقريبا. تنافس أكيد كل من هيونداي توسان، عندكم كيا سبورتاج، نيسان إكستريل، هوندا سي آر في. طبعا صورتكم بالسابق فئات الفل، اليوم بصوركم فئات الستاندر. صراحة سعرها يعني كانت أول بحدود 83,000 ريال تقريبا، حاليا ب 72,000 ريال. طبعا السعر يعني على آخر الموديل آخر السنة وبيتغير شكله، بصير شكل جديد، فأجبر يسوون عليه خصومات، واللي حاب الشكل هذا يعني يستغل الفرصة هذه. عموما المحرك هو نفس محرك الكامري ال 2017 2500 سي سي، 4 سلندر، 176 حصان، والجير اوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك. نظام الدفع فهو دفع رباعي، يعني تقدر تستخدمه كسيارة صغيرة وكسيارة جيب، وخاصة انه ما شاء الله مرتفع من الامام بشكل ممتاز، يعني ما هو بتاخذه اوفرود رسمي، لكن كشتاتك الاسبوعية الشهرية ينفع معاك لا بأس فيه. مواصفات السيارة الخارجية بأنها ستاندر، فما راح نلاحظ كثير من المواصفات، حتى الأنوار الأمامية بتختلف عن فئة في الكامل للمعلومية. طبعا عندكم النور العالي والواطي هيلوجين عادي، فيها نور ليد زي ما تشوفون، طبعا كشافات ضباب ما في. عندكم الجنوط حديد طبعا، لكن الحين مغطية بالطيس، هذا كان اللي يشوفها يحسبها جنوط أساسي ولا هي طيس. مقاس 17 إنش زي ما تشوفون. طبعا فيها إشارات بالمراية. ونروح إلى الخلف، طيب فتحنا الشنطة قبل نشوف المواصفات الخلفية. عموما فيها حساسين خلفيات إضافة من الوكيل. أنا فتحت الشنطة، المفروض أصور لكم الخلف المواصفات، تحمسنا شوي زيادة. طبعا عندكم جناح خلفي وأنوار LED خلفية زي ما تشوفون. طبعا رافور 4WD دليل على أن السيارة دفع رباعي. أصور لكم شنطة السيارة، طبعا شنطة السيارة واسعة، المفروض يحط صراحة يعني يستغلون يحطون مرتبة، لو مرتبة صغيرة حتى لو بدون تكييف خلفي نوعا ما، اللي عنده عائلة مثلا ولا شيء ممكن يقول لك يا أخي لا بأس أمشي حالي فيها. طبعا فيها مطر هواء حق الوكالة إلى آخره. عندكم هنا سبير حق السيارة، صراحة مساحتها حلوة أمانة يعني. عموما نسكرها وننتقل إلى الداخل. أول شيء ننتقل لصرفية الوقود. طبعا تويوتا رافور ستيشن عربة دفع رباعي 2.5، كل البنزين يمشيك 13.4 كيلو، تقييم السيارة ممتاز. يعني ما شاء الله بين سيارات الاس يو في تعتبر سيارة طبعا ما شاء الله لها الله الاقتصادية. طبعا معنا فيها ستاندر لكن فيها ريموتات. هذه السيارة من الداخل، طبعا مقاعدها قماش لون بيج. الخلف هذه هي القاعدة الخلفية، طبعا في منفذ طاقة تحت، لا للأسف ما فيها فتحة تكييف خلفية، فيها تكاية بالوسط. على فكرة هذه الشركة عفوا أو الفئة هذه من السيارات الاس يو في الصغيرة 5 ركاب هذه منتشرة في كل الشركات الموجودة عندهم. عندهم يعني تلقى الفئة هذه موجودة لأنها مرغوبة عالميا، فتلقى كل شركة طبيعي يكون عندها سيارة من الطراز هذا. طيب الحين داخل السيارة حنا، بسم الله. بسم الله.
هذه من الداخل. طب هذا تستهدف مين؟ تستهدف إنسان يدور سيارة مرتفعة، تستهدف برضو شخص يبغى له سيارة زي الجيب وتكون معه حلوة داخل المدينة واقتصادية، يعني على هذا النمط. طبعا الزجاج كهربائي، مراية كهربائية، تحكم بالدركسون للنظام الصوتي، فيها بلوتوث، وعندكم هنا تحقق أعداد الرحلات اللي تشوفون مستوصل فيه توقد إلى آخره، فيها مثبت سرعة، وهذه ميزة حلوة موجودة الحمد لله ما سحبوها. بالعادة تويوتا عبد اللطيف جميل، إذا عندهم شيء ستاندر لا من جد يخلونه ستاندر، حتى لو يقدر يخلي القزاز هندل ما يقصرون. عموما طبعا السيارة فيها سي دي زي ما تشوفون، وعندكم طبعا فيها منفذ اس بي، منفذ يو اكس للنظام الصوتي، عندكم طبعا لهالله فيها ايكو مود حق توفير وقود، نظام سبورت رياضي موجود فيها. طبعا عندكم هنا نظام المنحدرات برضو موجود، عندكم زر الدفع الرباعي هنا موجود برضو، الجير اوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك، وهذا السلك حق الكاميرا معليش، مراية عادية وليست تعتيم. الشماسات طبعا فيها مراية مع انارة، شماسة السائق والراكب موجود فيها الميزة هذه. المعلومية برضو سيارة ترى ياباني، تجميع ياباني في تويوتا رافور، عندكم بيت النظارة برضو موجود، انوار السقف، يعني تاخذ هنا جودة صراحة بغض النظر عن المواصفات او اي شيء، لكن هنا جودة، سيارة يابانية، تجميع ياباني من الى بالمختصر مفيد. هذه ابرز المواصفات. طبعا عندكم هنا منفذ طاقة، تكاية بالوسط، عندكم هنا درج، هي التكاية، عندكم حتى التكييف حق الرافور لو تلاحظون جاي 4 فتحات، وهنا في برضو فتحة، يعني نقول انها تضخ للخلف كبديل، بس ما ادري ليش ما حطوا فتحة تكييف خلفية. طبعا هذه درج السيارة، كتيبات الوكالة الى اخره. عندكم طبعا هنا ليزر تراكشن، نظام الثبات الالكتروني، هذه ابرز المواصفات. بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، فرامل الأي بي إس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات الباك للساق والراكب، عدد 5 أحزمة أمان. السيارة تنافس طبعا على المستوى الياباني نيسان إكستريل، هوندا سي آر في، عندكم مازدا سي إكس 5. طبعا وبالنسبة للكوري عندكم هيونداي توسان، وعندكم كيا سبورتاج، وعندكم لهالله بالنسبة لجماعة أمريكا ما شاء الله عندهم كثير من السيارات، عندهم جيمس ترين، عندكم الفورد اكس اكسبت او حاجه زي كذا، سكيب او حاجه زي كذا من فورد، وعندكم لهالله يعني هذه الشركات، حتى شفرليه عندهم واحد على نفس طراز الترين. فالشركات هذه بشكل عام عندهم الفئه هذه كثير منتشره، حتى السيارات الشركات الصينيه عندهم منافسين، حتى تلقى تروح على الشانغان الصينية، تروح على الجيلي، تروح على كذا شركة صينية تلقى السيارة هذه موجودة وما شاء الله عليها ناس وتسأل، يعني من هذا القبيل لأن مبيعاتها عالمية. طبعا المواصفات صراحة مشفوطة لو اللي بنقارن مع التوسان، لكن مثلا تكلم عن الأشياء الأساسية مثبت السرعة إلى آخره نلقاها موجودة بالسيارة، لكن كمواصفات جنوط للأسف مسحوبة، يعني مثلا الجنط حق السيارة المفروض يكون أجمل من كذا، لكن الجماعة شوي ظالمين الجنط، يعني ظالمين الفئة هذه بشكل عام. طبعا أخوة الكرام لهلا طولت عليكم بالفيديو، لا تنسوا تضيفوني سناب شات، تويتر، انستغرام، عندكم على زاوية الشاشة. طبعا اللي حاب يتابع معرض إمام الدين بشكل مستمر، جوالك آيفون ولا أندرويد، كل عليك تروح تحمل تطبيق معرض إمام الدين على جوالك علشان تتابع الاسعار، العروض، كل شيء في معرض مادين زي كذا. مثلا هذا هو التطبيق زي ما تشوفون حقنا في جميع السيارات، كل عليك انك بس تروح تبحث في متجر جوالك عن معرض مادين، مثلا التويوتا رافور، مثلا هذه فئه النص فل، طبعا الستاندرد لسه تبغى واصله، لكن موجوده بالمواصفات والسعر وارقام التواصل، تقدر تشوف الصور بالكامل. طولت عليكم اخوان الكرام بالفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم السيارة، اتمنى تقييم الفيديو ما يكون على المواصفات، ما لي دخل انا، انا اتكلم عن المواصفات، اتمنى يكون على مستوى المحتوى، الشرح الى اخره، هل المعلومات وصلت؟ هل كل شيء عرفت لأنت؟ استفدت من المقطع الى اخره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وارقام التواصل موجودة اخر المقطع، والسلام عليكم.